معنا مشاهدينا الكرام لمزيد من التعليق بشأن هذا الموضوع من الدوحة دكتور أحمد كسار الأكاديمي والعراقي. مرحبا بك دكتور أحمد. إذن قيادة عمليات بغداد تلقي بمسؤولية حماية صناديق الاقتراع على المفوضية، ما تفسيرك لهذا الاتهام لا سيما بعد الهجوم الشديد عبر التصريحات على المفوضية؟ مرحبا بك وبمشاهديك ومتابعيك. الحقيقة المفوضية هي جزء من هذه المصيبة التي تهمت على صناديق الاقتراع. التهديد كان خارج المفوضية، نحن سمعنا تهديدا وتوقعا لحريق أو لأعمال عدوانية تجاه هذه الصناديق قبل أن يكون التفجير الانتحاري الأول ثم الحريق الثاني. الحقيقة أن هذه العملية يعني آخر الدواء الحرق كما يبدو في العملية السياسية، يعني حتى التزوير لم يسعفهم، حتى يعني الدفع باتجاه العزوف 80% من الشعب العراقي لم أرادوا إلا أن يكون يعني أصواتهم محفوظة يعني بالقوة أو بالعنف، ليس بالقوة فقط يعني بالعنف. هذه المرة وصلت إلى يعني الأعمال إرهابية تجاه المفوضية وتجاه صناديق الاقتراع من أجل تغيير، وهؤلاء ليسوا بأمر منهم وإنما بأجندات خارجية يعني دفعت بهم إلى ما وصل لهذه الحالة من أخبار. طيب ما تعليقك على تصريح العبادي الذي قال إنه سيلاحق من سماهم العصابات الإرهابية التي تحاول العبث بالأمن والانتخابات؟ طبعا هذا الخطاب لابد أن يقوله، لكن أين هو الواقع؟ هذه العصابة وصلت إلى يعني عقر دار الانتخابات والأوراق وكذا، فاستطاعت أن تخترق كل الحواجز الأمنية والتحصينات وكاميرات المراقبة وغيرها. فكمسؤول وما زال على رأس رئاسة الوزراء لابد أن يتكلم بهذا التصريح، لكن الواقع أن اختراقا حصل وحصل على مبنى ومفوضية وجهة رسمية المفروض تكون يعني محصنة غاية التحصين، ولكن يعني العدو ليس غريبا كما يبدو لي، والحدث يعني تشار به أصابع اتهام إلى القائمين على هذه الانتخابات والمتنافسين عليها سياسيا. أحد أعضاء الملكي قال إذا استمر مسلسل إحراق صناديق الانتخابات فسيكون يعني إعادة انتخابات بالكلية ضرورة، هل تعتقد أنه ضوء أخضر لمزيد من إحراق بقية الصناديق؟ فضلا عن الحرق الموجود لهذه الصناديق، الحشو والقوائم الباطلة التي وضعت في هذه الصناديق، فالعملية كلها مهزلة، فبالتالي حتى هذه المهزلة لم تسلم هذه المرة من أن تصلها يد الاعتداء. فهؤلاء إن أرادوا إعادة الانتخابات أو إلغاء الأصوات في الخارج التي جاءت في غير صالحهم، بلا شك أن من في الخارج لا ينتخب هؤلاء القدامى إن صح التعبير، وإنما أهل الخارج يبحثون عن وجوه جديدة أملا على أن يكونوا يعني فيهم خير ونفع للعراق والعراقيين. فبالتالي إعادة الأصوات الحديث عنها يكون في الداخل مثلا، فهم تعمدوا إلى أن تكون هذه البلبلة وهذه الخلخلة في هذه العملية البائسة للانتخابات التي تعد الأسوأ في تاريخ عمليتهم السياسية في تاريخ العراق المعاصر. إذن في ضوء هذه المعطيات الجديدة في العملية الانتخابية وتبادل الاتهامات بين شركائها، كيف سيتطور الوضع بينهم؟ هل يمكن أن يتطور برأيك إلى صدام عسكري؟ من تحدث عن حرق الصناديق قبل وقوعها وتنبأ بها أو كانت له خيط معلومة ذكرها في تغريدة أو في خبر مسرب، هم نفسهم من تحدث عن إمكانية حدوث حرب أهلية، هم يتحدثون عن ذلك، فبالتالي مبيتين لهذا الشر. فمن أجل أصوات معينة، 1000 صوت لي أو 1000000 صوت لذلك الحزب، ممكن أن أشن حرب أهلية وأحرق الأخضر واليابس لكي ترضى عني الأجندة الخارجية بسبب عدم فوزي وعدم استحقاقي للمقاعد التي يعني أريدها أو تراد لي كحزب أو يعني مكون. فبالتالي هم ناوين على الشر قبل أن تكون هذه، فبالتالي هذه العملية السياسية يعني حقيقة
بمزيد من الدمار والدماء المتوقعة لهذا البلد المفهم بالجراح. أشكرك دكتور أحمد كسار، أكاديمي العراقي.